فرقة المنصورة فريق كبير، وطبعا وراه جمهور كبير، الناس مسافرة 3 و4 ساعات عشان يشجعونا. فالحمد لله كنا متقدمين، كنا نقدر نطلع بال3 بونت، بس راضيين الحمد لله، راضيين بالأداء والنتيجة. قبل الهدف كان في انفراد ضيعته بشكل كبير جدا، كان ممكن الشوط الثاني مع تغييرات الكابتن أيمن، بصراحة الكابتن أيمن حاجة محترمة، الراجل صعد 4 مرات قبل كده، إضافة كبيرة لينا. طبعا ضيعنا كتير الشوط الثاني وكنا مستحوذين، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله دي البداية، الفترة الجاية المنصورة يبقى في مكان كويس بإذن الله. المكان اللي موجود فيها نادي المنصورة لا يليق طبعا باسم وتاريخ هذا النادي، ومع دعم جماهير كبير جدا. ايه رسالتك لجماهير المنصورة انت ولاعبي فريق المنصورة؟ طبعا لا، بإذن الله الفترة الجاية تكون كويسة، والنقطة دي بداية لينا إن شاء الله، إن شاء الله المنصورة يبقى في مكان كويس بإذن الله. توفيق يا عمر ليكم. حبيبي يا كابتن. كابتن خالد لطيف وكل مشاهدي متابعي شبكة قنوات اون تايم سبورتس، من عمارة نيمار نعود لك وللسير التحليل، تفضل.